السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ ما تديوش على هاد الحاله، ما تديوش على حالتي والله. انا زعما الحمد لله الحمد لله. اش تعاودوا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مولفه كنحط لكم فيديو الخميس. مهم، كان وقع لنا واحد الكارثه ولا واحد الابتلاء، نقولوا عليه الحمد لله الحمد لله، انه كانت الاخت ديالي اللي كبر مني تابعاني دارت كسيده. المهم واحد الكسيده ما نعاوش لكم، خايبه ايوا صافي. وعفوا والله انا ما عارفه شنو نقول، ما عارفه شنو نهضر، لانه اتكثر علينا الابتلاءات ولا حول. ولكن كما كتقولوا في الاول والاخير المؤمن مبتلى، يعني والله الا كيبقى فيه الاب ديالي مسكين، هز صدمات بزاف والتماره والعذاب وهذا. ايوا الخوت، مهم واحد الكسيده خايبه. شفت التفاصيل؟ انا ما قادراش نعاودهم لانه راكم عارفين اللي دازت عليه الدقه، وانا ما كنحملش نشوف شي حد داير حادثه ولا وقعت له شي حاجه ولا هذا، ما كنحملش نشوف. واش غنقول لكم؟ مهم دعواتكم معاها، والله يبعد علينا البلاء، والله يخلي لكل واحد صحيحته. مهم الناس اللي سولات والناس اللي هذا، حاليا دابا انا كنصور معاكم الجمعه في الصباح، هي جات البارح، يعني دايره جوج عمليات، يعني عمليه جوج في رجلها وحده في يدها، يعني مخيطه ودايره القبص لانه مهرسه والقبص والخياطه يعني محلول لها اللحم، ويدها عاوتاني محلول ليها اللحم. ومهم دايره خياطه عمليه وعمليه تجميل بجوج، يعني باش ما يبقاش لها واحد العيب. ايوا هذا ما كان الخوف، ونخليكم في امان الله ودعواتكم.